يا ترى مين هم رجال السيسي في المهام المستحيلة؟ مين الناس اللي رئيس الجمهورية بيراهن عليهم في الأوقات الصعبة؟ وليه دايماً بيقول من غيرهم ولا كنت عملت حاجة؟ بانكير نبض البنوك. لو حضراتكم فاكرين في الشهور الأولى من سنة 2013 كل المصريين باختلاف انتماءاتهم السياسية كانوا بيصرخوا وبيطلبوا من وزير الدفاع وقتها المشير عبد الفتاح السيسي انه يتدخل وينقذ البلد من الاخوان ويخلص الناس من ارهاب الجماعه بعد سنه واحده قضاها محمد مرسي في الرئاسه. سنه كانت كفيله تكشف طريق التفكير الجماعه وسعيها للسيطره على مفاصل الدوله ومحاولتها لتقسيم المصريين على اساس ديني عكس طبيعه المصريين المحبه للسلام. وقتها السيسي استجاب لنداء المصريين، حاول بكل الطرق يرجع الإخوان عن تفكيرهم ويخليهم ما يلعبوش بالنار، لكن للأسف الجماعة كانت مصرة تنفذ مخططات المرشد والتنظيم الدولي، وهنا قالت القوات المسلحة كلمتها وتدخلت في الوقت المناسب لمنع نشر الفوضى في مصر. وبسبب موقف الجيش كل المصريين خرجوا في الشوارع وطلبوا السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية، ولأن السيسي بحكم منصبه كان مطلع على أحوال البلد، عارف الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية اللي بنعاني منها، كان واضح وصريح من أول يوم لقبوله المهمة. صارح المصريين بحقيقة الأوضاع وقال إنه مش هيقدر يقوم بالمهمة دي إلا بدعم المصريين. طب السيسي راهن على مين؟ السيسي راهن على قطاعات كبيرة ومختلفة في مصر، راهن على الست المصرية وقدرتها على تحمل الأعباء ومشاركتها لزوجها في تنظيم شؤون البيت، الست اللي بتعيش بأي فلوس وبتدبر احتياجات ولادها من غير شكوى ولا كلام كتير، الست اللي بتعمل جمعيات وتشتري حاجات بالقسط وتحط القرش على القرش علشان تجهز بناتها. والحقيقة أن السيسي كسب الرهان، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها البلد ومعاناة معظم الأسر، إلا أنه بفضل الله أولا وبفضل ستات مصر العظيمات الدنيا ماشية. ويمكن ده بيفسر لك ليه السيسي دايما في معظم لقاءاته بيشيد بالمرأة المصرية وبدورها العظيم. طب مين تاني السيسي اعتمد عليه في السنين الصعبة اللي عدت على مصر؟ السيسي راهن على عمال مصر وموظفيها في كل المؤسسات الحكومية وكمان الخاصة، الناس اللي كانت بتشتغل ساعات عمل أطول وبفلوس مش أحسن حاجة، ودول كتير زي موظفي البنوك المصرية اللي قدموا ملحمة رائعة طول السنين اللي فاتت. في منهم اللي كان بيشتغل بال 16 ساعة يوميا وتحديدا أيام بيع شهادات الاستثمار ذات الفايدة العالية. ومش بس الموظفين، في كمان كتيبة من صناع السياسة النقدية اللي وصلوا الليل بالنهار علشان يحلوا مشكلة عويصة زي مشكلة نقص الدولار وتعدد سعر صرف العملات الأجنبية. ومع دول كمان في فلاحين مصر المنتشرين في كل المحافظات، عمال مصر على الماكينات في المصانع، وكل مواطن حر شريف بيشتغل. كل دول هم اللي راهن عليهم السيسي وهم اللي سندوا البلد في الأوقات الصعبة. وخد بالك بفضل جهود كل الناس دي البلد حافظت ولسه محافظة على استقرارها في وقت معظم الدول في المنطقة بتعاني من انقسامات وتناحر داخلي. ربنا يحمي مصر دايما. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.